الناس اللي جابوه ليا، ورغم ذلك قبلت عليه هكاك حالي بحاله. وراه انت كلشي كتشوفي، عندي ثلاثه الاولاد، انت كلشي كتشوفي، انت شتي حالته شتي حالتي، وشتيني في السوق كيفاش كيفاش عايشين، وانت كلشي شتي. مره راك عارفه كيف الزوجين، راكي عارفه. عاديه عندي ثلاثه جوج وليدات وبنيه. يا بين بعض الخطرات كيطلعوا، بعض الخطرات ملي كيعيا ما كيخرجش كاع، ولله الحمد. اختي راك شتيني كنتلاوط عليهم، ما بغيتش نخليهم، ما بغيت نشردهم ما والو. وليداتي راكي شتي، وراكي شتي الحاله اللي انا فيها، راك ضحكتي عليا وشتي الحاله اللي انا فيها. يعني راك كلشي كتشوفيه كلشي شتي، والمحل اللي ساكنه فيه انت شتي، وكلشي شتي. المدرسه انا دابا الدريه الا مطر اخوها غادي كاينه ندخلهم، انا دايره لهم الدراري الاخرين درت لهم الداخلي، حيت ما عند حيت مضطره ما عنديش كغندير ليهم، حيت كنضل غايبه ما كنجيش، كنخرج من 6 الصباح ما كنجي حتى 9 الليل. الدريه كانت تبدات الخطرات كتبات عند امي في مجموعه 4، والدري كنديه للمدرسه، والدري الاخر كذلك كان تيتوا للمدرسه، الدريه تاهي كنديها للمدرسه. وما بغيتش نضيع، ورغم ذلك ما بغيتش نضيع. يعني هو اللي كان ملي كان كيتلوط، هو اللي كان كيخلصوا دابا من عيا باش تيتجمع علينا الكره، كتساني 54 الف ريال ما عنديش. وتا هو دابا حاليا مني برك ما عندوش. اختي دابا كراش دابا السيد كيتسال الفلوس الكرا، انا اللي كنتمنى كون لقيت لي تجري لي غير سكينه، ما بغيت حتى شي حاجه من الدنيا غير فين نجمع فيها انا ولادي. اسمك محمد والد، هذه 12 سنه مكتوبس عليك، عشنا على حسب الاستطلاع ديالنا حنا، المهم على حسب كما كيقولوا كل كيعمر لقيت برانو، حنا غادي على حسب المسؤول الجيب ديالنا كنتشاو على وليداتنا. ما لقيتش الإعاقة تيزيد تكملت عليا، بعمري دابا الآن 52 سنة. نتمنى الخير في وليداتي، ونتمنى وليداتي يكونوا بخير وعلى خير، هذاك الشيء اللي بغيت أنا. بما أنا مشيت كنسول وليدات، كنطلب من الله نبرر المستقبل ديالهم، هذا الشيء اللي باغي أنا. نبرر الوليدات المستقبل ديالهم، هذاك الشيء اللي بغيت. وليت كنبغي نشوفهم زوينين، ونشوفهم ان شاء الله يكونوا عايشين احسن مني انا، لان انا دابا مشيت، ولكن وليدات كنشوفهم شي حاجه اخرى. بزاف ديال الحوايج، فقر اول حاجه، وما عنديش باش نكون مع هاد الوليدات صراحه، هي ما عنديش باش نكون معاهم. دابا كنت ملي قبل من كورونا كنت شويه كنت كنطلع للطوبيسات، مكنتش كنت كنطلع للحافلات كندبر على راسي. ملي كنت نزرب الله كنجيبو كنخلص منو الكراق كنصرف منو. دابا راه مع كورونا غادي تحكرت عندي شويه، كما عارف الوقت كيداير، والحاله ديالي كيولات، الصوت ديالي كيولا بالمبات ديالي في الزنقه. 20 يوم تقريبا وانا كنبرس في سوق الزمله، 20 يوم وانا كنبرس، شوفوا الصوت ديالي كيولا بالبرد، لأن أنا مولفش كنبرد الزنقة. أول حاجة أنا مولفش، ما عمرني بنت الزنقة، ولكن جات الوقت نحمد الله ونشكر باش نقسم عليا الله. الوقت اللي كاين أنا اليامات كاملة دوز عليا تكرفيس بزاف، دوز عليك تكرفيس، الحال ديالي كيولات، الصوت ديالي كيولا، بحالتي كيولات، تكرفست توسخت بزاف ديال الحوايج. أنت كنشوف، أنتوما كنشوفو كلشي، لا عينيكم حتى حاجة مضركة، تيلا الله.